بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا الرابعة عنوانها Analytical Chemistry Acid and Base، أي الكيمياء التحليلية والحوامض والقواعد. Analytical Chemistry، الكيمياء التحليلية. The analysis chemistry study the determination of chemical structure of compounds or substance and in general it is include the qualitative analysis and quantitative analysis. ويقصد بها الكيمياء التحليلية هي تلك الكيمياء التي تدرس تقدير تراكيب الكيميائية للمركبات والمواد، تراكيب المواد الكيميائية والمركبات، وبصورة عامة تتكون من جزئين، تتضمن جزئين رئيسيين هما الكواليتيف أناليسيس والكوانتيتيف أناليسيس، ويقصد بها التحليل الكمي والتحليل التحليل النوعي والتحليل الكمي. أول فقرة اللي هي qualitative analysis، التحليل النوعي، ويقصد به وماذا يدرس هذا التحليل. Study that what the elements and compounds constitute of the substance، ويدرس لنا العناصر والمركبات ومن ماذا تتكون تلك المركبات، ويقصد بها من ماذا تتكون، ما هي العناصر التي تتكون منها تلك المركبات ومن عناصر. بالنسبة لكواليتيتيف، بالنسبة لكوانتيتيتيف اللي هو التحليل الحجمي، ويقصد به it is determination of quantities of compound or quantities of element include in chemical compounds or percentage weight of compounds of mixture، ويقصد بها تقدير كميات المركبات، يعني كميات المركبات أو كميات العناصر الموجودة في ذلك المركب الكيميائي أو نسبها الكيميائية الموجودة في المخالط الموجودة في المركبات. وذكرنا بأن الأناليتيكال كيمستري تتألف من جزئين هما الكوانتيتيف أند كواليتيتيف. والآن الكوانتيتيف أناليسيز، أي التحليل النوع الكمي، يتضمن قسمين رئيسيين هما two classes، volumetric analysis وgravimetric analysis. الفوليومتريك أناليسيز هو التحليل الحجمي، الgravimetric analysis اللي هو التحليل الوزني. يقصد به يشير التحليل الحجمي volumetric analysis when react in solution measurement in volume unit is include titration, gas analysis and instrument analysis. يقصد به أنه يقول لك وين عندما يكون التفاعل للمحاليل تقاس بوحدة الحجم volume unit، طبعا يشير إلى volume analysis، ويتكون طبعا من ثلاث أنواع. أولا titration، التصحيح. number two gas analysis، تحليل الغاز، تحاليل الغاز. ونمبر 3 instrument analysis، التحليل الأرضي. الكلاس 2 بالنسبة للكوانتيتيف أناليسيز اللي هي الجرافيمتريك أناليسيز، التحليل الوزني. عندما when reactants in solution are measured in weight unit، يعني عندما التفاعل يستخدم وحدة الحجم، يعني غرام كيلو غرام، يسمى التحليل جرافيمتريك أناليسيز. بينما قلنا عندما يستخدم الفوليوم يونت يسمى الفوليوم أناليسيز، عندما يستخدم وحدات الحجم من مل ولتر وغيرها من وحدات الحجم. نأخذ الآن نوع من أنواع الفوليومتريك أناليسيز اللي هو التيتريشن أوف أسيد أند بيس. التيتريشن يقصد به التسحيح، وأشهر نوع من أنواع التسحيح هو تسحيحات حامض قاعدة. The titration of acids and base is one of the most common ways of making volumetric analysis، يعتبر من أشهر وأنواع التسحيح. يقصد بعملية التسحيح titration is the process of determining the volume of a standard solution that will react with unknown
with unknown quantities of the sample that the undergoing analyzed. يقصد بالتصحيح هي عملية تقدير حجم المادة القياسية التي تتفاعل مع كميات معروفة من المادة التي نريد معرفة تركيزها، يعني اللي تكون تحت الاختبار. To make accurate measurement of volume، ولإيجاد يعني حجم صحيح للمادة، المادة المراد معرفة تركيزها، يجب أن نستخدم an apparatus called burette. يجب أن نستخدم جهاز يسمى بالبيوريت، أي السحاحة، is used in titration، والذي يستخدم في طبعا التصحيح. Equivalent quantities of acid and paste have react. وسوف تتفاعل كميات طبعا بهذه الطريقة، كميات متكافئة من الحامض والقاعدة. There are certain substances called indicator. وهناك طبعا مادة رئيسية أساسية أيضا تستخدم في تفاعلات التصحيح تسمى الindicator that are one color in acid solution and another color in paste solution. وهذه الدلائل تعطي ألوان يعني مختلفة بالنسبة للقواعد وبالنسبة للحوامل. In the process of acid paste titration, a known volume, either the acid or the paste, is placed in the flask and a few drops of indicator solution air are added. The solution of paste or acid from a burette then added slowly to the flask and is constantly until the change in color of the indicator shows that in point has been react. Then the application law is NA V1 NB V2, where A acid, B paste. ونقصد بهذه الفقرة تصحيحات حامض قاعدة. طبعا من خلال الحجم سوف نجد تركيز المادة. بهاي الحالة أحش يستخدم، سوف نستخدم مثلا نستخدم بيكر ونستخدم السحاح. طبعا بالسحاحة راح نضع المادة المعلومة التركيز والحجم، مثلا مثل قاعدة هيدروكسيد الصوديوم، ونحن نريد تركيز حامض HCl مثلا. فHCl طبعا راح نخلي كميات معلومة داخل البيكر، ونخلي طبعا في السحاحة قاعدة هيدروكسيد الصوديوم. المعلومة التركيز اللي هي الستاندرد سوليوشن، طبعا معلومة التركيز والحجم. بعد ذلك هنضيف قطرات داخل البيكر اللي يحوي على الحامض، مثلا دليل الفينولفثالين مثلا، نضع داخله قطرات منه، ومن ثم بعد ذلك نضع قطرات من السحاحة طبعا داخل البيكر. نلاحظ باستمرار وضع القطرات سوف يتغير لون السائل من اللون عديم اللون إلى اللون الوردي، دلالة على نقطة انتهاء التفاعل وتكافؤ كميات الحامض مع القاعدة. وطبعا نأخذ الوزن أو الحجم العفو من السحاحة اللي يكافئ حجم HCl. HCl بهذه الحالة طبعا نلاحظ أنه عند وضع الحامض إلى القاعدة بوجود الدليل، أولا تتفاعل الـ Na مع Cl، ونلاحظ أيضا بعد ذلك الزيادة Na مع Cl فتكون ملح وماء، والإج مع الـ OH تكون أنها ملح وماء، ولكن الزيادة من القاعدة التي تعمل اللون راح سوف تتفاعل مع الـ Na، تتفاعل الموجبة تتفاعل مع الجزء السالب من الكاشف، والـ OH الجزء السالب من الـ NaOH راح تتفاعل مع الجزء الموجب من الكاشف، وبذلك سوف يتكون اللون الوردي، يعني كل المحلول سوف يكون لونه وردي، دلالة على نقطة انتهاء التفاعل اللي يسموها الـ end point. الـ end point، وبعد ذلك نجري عملية التخفيف اللي هو Na في VA، ويساوينا طبعا هذا للحامض، وليساوينا الذي يكافئ التركيز في الحجم للقاعدة. هذا يسمى قانون التخفيف، يعني تركيز القاعدة نحن عندنا والحجم أيضا اللي وضعناه نعرف ايش قداته، لكن HCl سوف ايش نعمل؟ ناخذ تركيزه ما مجهول عندنا، والحجم من السحاحة قد يكون 2 من الأقل، وبذلك نجد التركيز الخاص بالحامض. الآن نأخذ طرق التعبير عن التراكيز: Methods, Expression, Analytical, Concentration and Volumetric. سوف نأخذ الآن طرق عديدة للتعبير عن التركيز في الكيمياء التحليلية.
Number 1 molarity, number 2 normality, number 3 molality, number 4 mole fraction, number 5 representation weight. نقصد أولا المولارية، ثانيا العيارية، ثالثا المولالية، ورابعا الكسر المولي، وخامسا النسبة المئوية. الفقرة السابقة أخذنا التعبير عن التراكيز، وإن شاء الله المحاضرة القادمة نأخذها بالتفصيل، بس مجرد تعرفون أسماء، نتعرف على أسماء طرق التركيز التعبير عن التراكيز، والمحاضرة القادمة إن شاء الله نشرحها بشكل موسع. نأخذ الآن فقرة أخرى اللي هي acid and bases، يعني acids and bases، الحوامض والقواعد. طبعا نأخذ بعض خصائصها، properties of acids، بعض خصائص القواعد الحوامض العفو. أولا number one acids are proton hydrogen ion H donor. Number two acids have a pH lower than 7. Number three acid test sore. Number four acid effect indicator. Blue litmus turn red. Methyl orange turn red. Acids react with active metal, producing H2. Acids react with carbonates. Acids are neutralized bases. Number one, يقصد بها أولا a proton donor. يعني إيش معناته؟ مانحة للبروتون اللي هو الـ H. Number two, تكون الـ pH الحامضية أقل من 7. تصور يعني حامضية، مذاقها حامضي. effect indicator يعني تؤثر في الدلائل. blue litmus turn red طبعا ورق الشمس تتحول إلى اللون الأحمر. methyl orange أيضا يتحول إلى اللون الأحمر. وأيضا active metal تكون فعالة مع الفلزات منتجة الـ H2 الغاز الهيدروجين. أيضا تتفاعل مع الكربونات الـ SO3 بصورة عامة. وأسيد نيوترالايز بيز تتعادل مع القواعد. الفقرة الأخرى اللي تخص الحوامض acid are a proton edge ion donor، تكون مانحة الـ edge ion donor يعني مانحة لبروتون edge. strong acid are assumed to be 100 ionized in solution. يعني ايش يقصد بها؟ يقصد أنه الحوامض القوية تتحلل 100% percent 100 ionized in solution، يعني سوف تتحلل بشكل 100% وتمنح لنا بروتون H حامضي مثل ال HCl H2SO4 و HNO3 اللي هو HCl حامض الهيدروكلوريك، H2SO4 حامض الكبريتيك، HNO3 حامض النيتري. Weak acids are usually less than 5% ionized in solution. Poor edge donor. لكن الحوامض الضعيفة عادة تفككها يكون غير تام، not completely. تتفك 5% عفوا في المحاليل، ويكون الإج راح يكون كلش قليل. مثل Ag3PO4 وعندك حامض الخليك اللي هو CH3COOH، organic acids اللي هي نفسها حامض الخليك. نلاحظ بعض تفاعلات الحوامض مع الفلزات الفعالة، التفاعل الفعال معها مثل المعادلات التالية: Mg plus 2HCl ينتج MgCl2 زائد H2، مثل ما ذكرنا من خصائصه راح reducing H2 ينتج لنا H2 غاز H2. لاحظ المغنيسيوم مع ال HCl راح ينتج ملح MgCl2 plus H2. الزنك كذلك plus HCl ينتج لنا ZnCl2 زائد H2 Mg plus H2SO4 MgSO4 plus H2 وهكذا. هاي بالنسبة لتفاعلاتها with active metals. الفقرة الأخرى اللي هي properties of base، خواص القواعد. bases are proton hydrogen ion acceptor، يعني يقصد بها أنه القواعد راح تكون سوف تكون مستقبلة لأيون الهيدروجين وليست مانحة مثل فقرة الأسيدز. bases have a pH greater than 7. base tastes better. P
Paces effect indicator. Lead litmus turn blue. Phenolphthalein turns purple. Solution of Paces feel slippery. Paces neutralize acids. ويقصد بها على أنه مثل ما قلنا أنه القواعد سوف تكون بالعكس متقبلة للإج، يعني تستقبل الإج وليست مانحة دونر. Paces have pH greater than 7، تكون الـ pH لها الحامضية أكبر من 7. Paces taste better، تكون طعمها أفضل من القواعد. Paces effect indicator، تؤثر بالدلائل. Red litmus turn blue، الأحمر لورق الشمس يتحول إلى الأزرق. Phenolphthalein turn purple، Phenolphthalein لاحظنا يتحول إلى اللون البربل تقريبا البنفسجي إلى الوردي. Solution of Paces feel slippery، طبعا سوف تكون زلقة، تشعر أنها زلقة slippery. Paces neutralize acid، طبعا أيضا تتعادل مع الهواء. Paces are proton ion edge acceptor، مثل ما قلنا أنه تكون هي مستقبلة للبروتون. وأمثلة على الباسس: sodium hydroxide or hydroxide NaOH، potassium hydroxide KOH، magnesium hydroxide MgOH by 2، calcium hydroxide اللي يسمى باللايم CaOH by 2، OH hydroxide in basis combined with H in acid to form water. يقصد به تفاعل الحامض مع القاعدة دائما ينتج عندنا الملح والماء، مثلا تفاعل NaOH with HCl. الـ Na وهي الـ HCl سوف يرتبط، والـ H مع الـ OH سوف يرتبط ويكون الـ H2O ملح زائدا ماء. وشكرا جزيلا طلاب لإصغائكم.